الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم صبغ الحواجب؟ وهل يعد من النمص؟ علما بأنه لا يزال شيء من الحواجب وإنما تصبغ فقط. لا يجوز العبث بالحواجب، لا بصبغ ولا بنمص ولا بغير ذلك ولا بتستير، إنما تترك الحواجب كما خلقها الله وهي جميلة، جملها الله سبحانه وتعالى. نعم.